السلام عليكم ورحمة الله المشاهدين الكرام. حلقة أخرى من مترو الصحافة، نتابع فيها ما قالته الصحافة العالمية اليوم، الصحافة المحلية والعبرية والفلسطينية. يمكن الوصف اليوم بأنه هادئ نسبيا، والعناوين مختلفة من مشارب مختلفة، لا يوجد عنوان مركزي واحد يمكن القول أنه موضوع يعني يطغى على غالبية الصحافة. المواضيع مختلفة المشارب، نتابع التفاصيل. نبدأ في البي بي سي. ارتفاع عدد القتلى في كاليفورنيا إلى 17. مئات رجال الإنقاذ في كاليفورنيا يبحثون عن ناجين جراء انهيارات طينية. 100 بيت دمروا و300 تضرروا. وإلى موقع سكاي نيوز، بعد نار وغضب ترامب يسعى إلى تعديل قوانين التشهير. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعيه إلى تعديل قوانين التشهير الأمريكية بعد نشر كتاب بشأنه أثار الجدل، تضمن انتقادات حادة لرئاسة الثري الجمهوري ولشخصيته. وقال ترامب في البيت الأبيض بعد اجتماع مع وزرائه: سنعيد النظر في قوانين بلدنا المتعلقة بالتشهير، مضيفا أن الهدف عندما يقول أحدهم أمرا خاطئا ومشهرا عن شخص آخر أن يتمكن الأخير من الرد عليه بفعالية في محاكمنا. وأضاف إن قوانين التشهير السارية لدينا حاليا مخادعة ومخجلة ولا تعكس قيمنا الأمريكية. نتوجه إلى صحيفة رأي اليوم. نتنياهو يتهم السلطة الفلسطينية بدعم منفذي العمليات، ويؤكد خلال المؤتمر السنوي للصحفيين الأجانب القبض على منفذي عملية نابلس مسألة وقت. أما في الأناضول فقد نقلت نفس الاقتباس عن نتنياهو أن القبض على منفذي عملية نابلس مسألة وقت فقط. في وكالة رويترز، المانحون الدوليون للفلسطينيين يجتمعون في بروكسل في 31 يناير. قالت وزارة الخارجية في النرويج التي ترأس الاجتماع في بيان: هنالك ضرورة ملحة لجمع كل الأطراف معا من أجل بحث إجراءات لتسريع الجهود التي يمكن أن تدعم تسوية تقوم على حل الدولتين من خلال المفاوضات. وأخيرا مرة أخرى مع البي بي سي، مسلحو الرهينجة يعلنون مسؤوليتهم عن نصب كمين أصاب 5 في مينمار. جيش الرهينجة يعيد ترتيب صفوفه وتصعيد التوترات بين مينمار وبنغلاديش، مما قد يلفت انتباه ويجذب الجماعات الجهادية الدولية. إذا سمعنا بأنه بعد كتاب نار وغضب الذي فضح تصرفات تقول بأن عقل ترامب غير سوي وهو غير صالح لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا يفعل ترامب الآن؟ يريد تغيير القانون لتجريم كتاب آخرين مستقبلا والحد من حرية التعبير عن الرأي في أمريكا. الحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى معي مباشرة من جسر الزرقاء السياسي والناشط سامي العلي. يعطيك العافية سامي، مساء الخير. مساء النور لك ولجميع مشاهدينا عزيزي وائل. سامي، أولا ترامب يريد تقييد حرية التعبير عن الرأي ويقول بأنه يريد سن قوانين جديدة، كل ذلك بعد الكتاب الذي نشر فضائح عنه. أولا، تشجير القانون الأمريكي لتغطية فضائح رئيس محدد بعينه، كيف تراها كناشط وكإعلامي أيضا؟ حقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يحاول بها ترامب أن يقمع أولا كل وسائل الإعلام الأمريكية ويهاجم وسائل الإعلام الأمريكية ويحاول تقييد وسائل الإعلام بهذا الشأن. هو طالب عام 2016 قبل الانتخابات في شهر شباط تحديدا أن يكون هنالك تعديل لكل قوانين التشهير، والهدف من ذلك أولا كي يحاول وينجح في مقاضاة المؤسسات الإعلامية الأمريكية، وكذلك لجني أرباح أكبر وأرباح طائلة من هذه يعني الدعاوى التي سيقدمها ضد المؤسسات الأمريكية. كذلك يعني هو لا يفوت أي فرصة في الهجوم على الوسائل الإعلام الأمريكية وتحديدا على صحيفتي نيويورك تايمز وكذلك واشنطن بوست، بالإضافة إلى شبكة السي إن إن. هذه يعني أكثر الشبكات وأكثر وسائل الإعلام التي تنتقد ترامب على نهجه وعلى سياسته الداخلية والخارجية أيضا. وهنالك من وصفه خاصة في الحملة الانتخابية الأمريكية، وصفوه قبل أنه يعني بالإضافة أنه يعاني إلى عدم استقرار صحي وعقلي، كذلك لعدم استقرار عاطفي. وهذا يعني الأمر
كما رأينا في الحملة الانتخابية. لذلك أنا برأيي وباعتقادي أنه صحيح أنه يشن حملة ويتقدم خطوة باتجاه سن قوانين يعني يحاول من خلالها تحديد نشاط وحرية العمل الإعلامي الأمريكي، ولكن نحن نتحدث عن قوانين من صلاحيات الولايات، كل ولاية وولاية، هي ليست قوانين فيدرالية موحدة. لذلك أمامه معركة قضائية شرسة وطويلة وصعبة، ولا شك أنها ستنتهي أمام المحكمة العليا. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية والمواطنين هناك يعني يتباهون ويعيشون في مسألة حرية التعبير عن الرأي، ويرون ذلك يعني من زاوية مقدسة. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مكانة ترامب، على الحراك الشعبي، على الحراك في الشارع؟ كل الوقت كانت يعني خطوات ترامب الغريبة تتعلق بالسياسة الخارجية، هذه المرة يريد أن يطبق فكره الغريب على حرية المواطن الأمريكي. هل بالتالي سنشهد حراكا حسب تقديراتك داخل الولايات المتحدة الأمريكية ضد ترامب؟ لأنه معروف المواطن الأمريكي طالما القضية في الخارج هو يعني حط إيديه وإجريه بمي باردة واطمئن بأن وضعه الشخصي بأمان. الآن وضعه الشخصي ليس بأمان. بلا شك أن ما يمس الحريات الأمريكية وخاصة الحريات الفردية هذا سيثير غضب الشارع الأمريكي ويخرج المواطنين للشارع من تظاهرات واحتجاجات وربما دعاوى قضائية ضد هذا التحرك السياسي الذي يعني يباشر فيه ترامب. أولا كل الحريات الفردية في الولايات المتحدة محصنة دستوريا، وهي عبارة عن أبكار مقدسة لا يمكن المساس بها، وكذلك المحكمة العليا وكافة الجهاز القضائي الأمريكي يعني يعارض بشدة المساس بهذه العناصر الأساسية التي تضمن حريات الفردية. لذلك بما أن أمريكا تعتبر نفسها دولة وعالم الحريات، فلذلك سيكون من الصعب جدا لترامب أن يغير هذه القوانين وأن يجري تعديلات على قوانين التشهير لكي يجير ويسير ويذلل مؤسسات الإعلامية لكي يحاول يعني أن يحدد من نشاطها وحريتها الإعلامية. وهو بالتالي دائما وما زال وما بعد الانتخابات كذلك يواصل المس بمصداقية الوسائل الإعلام التي لا تتماشى ولا تتماهى مع خطه السياسي الخارجي كان أم داخلي. ولذلك هو يشن هجوم كما قلت في السابق، وما زلت أقول أن ما يقوم به هو يحاول أن يشدد قبضته على وسائل الإعلام الأمريكية، يحاول أن يخطو خطوة إلى الأمام من خلال يعني الجانب القضائي القانوني ليكون له التحكم التام والكامل بالمؤسسات الإعلامية، خاصة هذه المؤسسات وتلك المؤسسات التي لا تتبع لإمرته ولا تتماشى مع خطه السياسي. سامي باختصار شديد عزيزي، لأنه محور وقت هذا المحور يوشك الانتهاء، نتنياهو يتهم السلطة الفلسطينية بدعم عمليات يصفها هو بالإرهابية وخصوصا عملية نابلس. باختصار هذا الربط الآن غاب منذ فترة طويلة، الربط بين السلطة الفلسطينية الرسمية، كل وقت يربطون بين حماس وبين إرهاب، هذه المرة نتنياهو يربط بين السلطة الفلسطينية وبين عمليات. باختصار شديد لماذا يرمز ولماذا يخطط الرجل؟ ثلاث نقاط أساسية. أولا هذه الخطوة يعني تندرج ضمن الاستراتيجية الهادفة أولا إلى نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية والقول بأن السلطة الفلسطينية عاجزة عن إدارة نفسها أولا وعن إدارة الشعب الفلسطيني في الضفة وفي قطاع غزة وفي القدس كذلك المحتلة. وبالتالي هو يقول أن ما نقوم به يعني من استيطان ومن تقوية الحزام الأمني وكل ممارسات الاحتلال الكولونيالية الاستعمارية هي يعني شيء ضروري وحتمي بظل فشل وعجز السلطة الفلسطينية من إدارة نفسها. بالإضافة إلى ذلك هذه خطوة أخرى يعني وصف السلطة واتهام السلطة بالأساس أنها يعني هي من عطل العملية السلمية، السلمية هي من يقوم بعرقلة العملية السلمية ولا شريك هنالك للتوصل لحل سياسي مع سلطة كهذه يعني. وهو يحاول أيضا النقطة الثالثة، وبما أنه يقول دائما بأن إيران والإرهاب الإسلامي
هما يعني سبب الصراع في الشرق الأوسط وليست إسرائيل. هو يحاول إزالة إصبع الاتهام عن إسرائيل كمسبب للصراع في الشرق الأوسط، وبذلك يدرج السلطة الفلسطينية ضمن محور الإرهاب وإيران. حلو. الذين يحاولون يعني بما يصفه يهددون نعم. إسرائيل وكيان إسرائيل. نعم. سامي ابقى معنا لو سمحت لأنتقل وإياك المشاهدين إلى مقال نشر في موقع بكرة عن الناشط السياسي من حركة كفاح أيمن حاج يحيى، ينتقد فيه مسلسل فوضى ذا الإنتاج الإسرائيلي في عنوان فوضى التطبيع. مما جاء في المقال: خلال عقود الصراع لجأ الاحتلال لاستثمار كل الساحات وتسخيرها في خدمة أهداف ومخططاته، ولعل من أبرز هذه المساحات بعد الجانب العسكري والأمني هو ما يسمى بالدعاية أو بالترجمة الحرفية العبرية الشرح، حيث من خلال هذه الدعاية يروج لروايته ويتقن تزييف الوقائع والتاريخ، والأهم من تزييف تفاصيل الاحتلال اليومية وشرعنة جرائمه. ومما جاء في المقال أيضا: ولم تتوانى دولة الاحتلال عن استخدام الأعمال السينمائية والتلفزيونية في هذا السياق، ومؤخرا أنتجت عدة مسلسلات وأفلام تروي الرواية المخابراتية الإسرائيلية لتفاصيل المواجهة وعن كم التزييف والكذب، حدث بلا حرج، وهذا متوقع من الاحتلال، إذن من غير المتوقع أن يروي ولو جزء من الحقيقة. في موطن آخر من المقال جاءت الفقرة التالية: ويتميز المسلسل بنهج رسم صورة عن المقاتل الإسرائيلي كرجل وسيم مثير للنساء، مدرب جدا وشجاع، لا يهاب ومتحضر، ويحركه ضميره الإنساني بالدرجة الأولى، وتهمه حياة البشر سواء كانوا عربا أو يهودا، بينما الإرهابي العربي فهو شخص قذر المظهر مهووس بالقتل فقط من أجل القتل، ولا يتوانى حتى عن قتل طفلته وتفجيرها، ولا يوجد لديه أي رادع أخلاقي أو إنساني. ويعرض المسلسل بالجزء الأول أحداثا متعددة جوهرها مطاردة الأخيار الإسرائيليون للأشرار الفلسطينيون في محاولة للقضاء على الإرهاب وإنقاذ حياة الأبرياء، وخلال هذه المطاردة تقع أحداث متعددة تعزز ما ذكر سالفا. في الفقرة قبل الأخيرة في المقال جاء: يكفي أن تشاهد جزء من إحدى حلقاته، يقصد المسلسل، ليستفزك لعدم إكماله. فعلى سبيل المثال في إحدى الحلقات يقوم عناصر حماس بشق بطن جندي أسير إسرائيلي وهو حي، ويزرعون في بطنه قنبلة بهدف تفجيره عند تسليمه خلال صفقة تبادل، بينما بالمقابل يقوم ضباط مخابرات إسرائيلي بنقل ابنه المطارد الرئيسي التي أصيبت بالعمى، ابنة المطارد الرئيسي التي أصيبت بالعمى بعد أن فجرها أبيها واستخدمها كقنبلة حية، إلى أفضل المشافي الإسرائيلية وعلاجها على حساب إسرائيل وإعادة نظرها. أخيرا مما جاء: من لا يوجد لديه رادع أخلاقي ذاتي يلومه رادع موضوعي يضع في مكانه الطبيعي، وهو الساحة ساحة مواجهة لا تنفصل عن باقي ساحات المواجهة ويجب أن تحسم. أيضا في إشارة من أيمن حاج يحيى بأن هنالك من عمل في هذا المسلسل وبأنه استخدمت عناصر فلسطينية في هذا المسلسل كي تشوه صورة المقاتل الفلسطيني. سامي، يعني السؤال المركزي إن كنت أولا توافق بأن المسلسل هو ليس بريئا والسيناريو ليس صدفة، إنما هنالك من أراد بأن يوصل رسالة بأن المجتمع الفلسطيني والمقاتل الفلسطيني هو همجي ومنحرف ويحب الدم، والإسرائيلي هو صاحب الأخلاق وهو حتى شكلا الأجمل والجذاب أكثر. لا شك أن الإعلام والسينما وعلى مر التاريخ يعني هن أداتان هامتان في تصميم الرأي العام وبناء المجتمع والثقافة، وكذلك تكريس الرواية التي تخدم السياسة وتخدم الدولة وتخدم كذلك مؤسسات الدولة. ما نراه في المسلسل فوضى أولا هو يكرس الواقع والأنماط العقائدية التي تؤمن بها الحركة الصهيونية وكذلك الحكومات الإسرائيلية. ما يعني يستدل من هذا المسلسل أولا، بالإضافة أنا يعني أوافق على نقاط أساسية جاءت في المقال،
أولا هذا المسلسل يحاول أن يصور وحدات المستعربين المجرمة على أنها يعني وحدات لها حياة اجتماعية، لها علاقات اجتماعية، لها كذلك حياة أسرية جميلة، يعني مما يعني أنسنت هذه الوحدات، ويحاول أن يصورهم أن هذه الوحدات اللطيفة الجميلة التي يعني تتكون من أفراد من الجنود الاحتلال هم بالتالي أناس يحاولون العيش، ولكن ما يجرهم ويدفعهم للعنف وممارسات الجرائم في الضفة وقطاع غزة وفي القدس هي الحروب والإرهاب الفلسطيني. هذه نقطة أساسية من هذا يستدل من هذا المسلسل. إضافة إلى ذلك وهي نقطة هامة جدا، أن إذا يعني لاحظت أن المسلسل يحاول أن يصور كذلك قيادة حماس والمقاومة على أنها تتلاحم دائما في بعضها ببعض، وكذلك يعني هي بحالة عداء شديد مع بعضها البعض، وأنها تطوق للدماء وتجبر الأبناء والبنات على وتدفعهم إلى الحروب وإلى الاستشهاد. وهذا يعزز من الرواية الإسرائيلية رواية الاحتلال على أن هنالك انقسامات ونزاعات داخلية، وبالتالي هذا يضر في المقاومة الشعبية الفلسطينية ويمس كذلك في النضال الفلسطيني من أجل يعني النضال الوطني الفلسطيني من أجل إقامة يعني دولة فلسطينية. نعم سمير، يعني أضف إلى ذلك أن يعني نقطة ثالثة، تفضل. يعني نقطة ثالثة هو أن ما يصوره هذا كذلك المسلسل يحاول أن يظهر أن ما بعد الجدار الفصل العنصري هنالك أناس يحاولون الحياة بأمن وحياة يعني والحياة بكرامة بعيدا عن المقاومة، وهم يرفضون حتى المقاومة الشعبية، وهم لا يريدون أي دماء ولا يريدون أي مقاومة شعبية حتى إن كانت أو مسلحة. وهو يحاول أن يقول هنالك أناس وبالأغلبية يخاطبون الشعب الإسرائيلي، يريدون أن يعيشوا لجانب الشعب الإسرائيلي، وأنهم يرفضون كل ممارسات المقاومة الفلسطينية. نعم واضح كمان سامي في نهاية المقال عمليا قال بأنه يعني لام الكاتب وهو الناشط السياسي أيمن حاج يحيى بأن هنالك ممثلين فلسطينيين من الداخل أيضا قسم منهم عمليا عمل لصالح هذا المسلسل وتحدث باللهجة وعمل لصالح الدعاية الإسرائيلية التي بدون شك هي ليس فقط تخترق البيوت الإسرائيلية وتعزز صورة نمطية يريدها الاحتلال على المجتمع الفلسطيني، إنما أيضا هذا المسلسل يترجم ويصل إلى العالم ويصبح جزء من رسم صورة الفلسطيني في الخارج. سامر أديك الوقت، اسمح لي أن أنتقل معك إلى العناوين الإسرائيلية. نعم اسمح لي لو سمحت أن أنتقل معك إلى العناوين الإسرائيلية والمشاهدين والفلسطينية، مع ماذا تعاملت اليوم؟ ما هي العناوين الأهم التي كانت لديها؟ نبدأ مع وكالة وفا الفلسطينية، اعتقال 8 مكنسيين بينهم مستشار المحافظ ومدير نادي الأسير، كما اعتقل الاحتلال 7 من منطقة جنين. شبكة أجيال الإذاعية، أصيب طفل 3 أعوام مساء الأربعاء بالرصاص الحي في رأسه أثناء تدريب لجيش الاحتلال في محافظة طوباس. خبر آخر في شبكة أجيال الإذاعية، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الأونروا إنها ستقوم بتوزيع 1.3 مليون دولار كمساعدة نقدية مؤقتة بدل إيجار للعائلات المستحقة في قطاع غزة عن الربع الأخير من العام 2017. وأضافت الأونروا في بيان لها أن الأموال ستصل هذا الأسبوع إلى ما مجموعه 2069 عائلة لاجئة من مختلف أنحاء قطاع غزة. صحيفة القدس، ليبرمان يأمر بفرض قيود على عائلة التميمي. أصدر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الليلة الماضية تعليمات للجهات المختصة بفرض قيود على عائلة التميمي في أعقاب حادثة طرد أفراد من العائلة جنود من الجيش الإسرائيلي من أمام منزلهم في قرية النبي صالح بتاريخ 15 من الشهر الماضي. وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم الصادرة اليوم، فإن ليبرمان وقع قرارا يمنع والد الفتاة عهد التميمي من السفر بسبب تورطه في قضايا أمنية سابقة.
كما أمر ليبرمان بمنع دخول 20 فردا من عائلة التميمي إلى مناطق في النبي صالح وقرى أخرى بحجة تورط غالبية العائلة في أعمال العنف والتحريض على الإرهاب حسب ادعائه. صحيفة الأيام: لماذا ذكر ابن نتنياهو اليابانيات وهو يتنقل بين أندية التعري؟ جاء في الخبر إن بث الشريط الخاص بيائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجح بإثارة الحرج الدبلوماسي بعد أن ذكر يائير خلال المحادثة كلمة اليابانيات، وتسبب في قفز السفارة اليابانية التي حاولت فهم العلاقة بين اليابان واستمتاع نجل رئيس الوزراء في نوادي التعري. وإلى صحيفة هآرت: ترامب سيبقي على الاتفاقية مع إيران ولن يجدد العقوبات عليها. البيت الأبيض ووزارة الخارجية رفضوا التعقيب على الموضوع. العنوان الرئيسي صباح اليوم في واينت: حزين على الراب الذي قتل قرب نابلس، رثاء واقتباسات للمستوطن الذي يبلغ من العمر 33 عاما ولديه 6 أطفال، عاش في مستوطنة جلعاد، قتل فيها ثم دفن فيها. وإلى موقع ماكوريشون: الراب الذي قتل قرب نابلس اتصل بزوجته وأخبرها أنهم قد أطلقوا النار عليه. الشباك سجل 400 عملية في الضفة الغربية خلال العام الماضي، مما يعكس طموح حماس زعزعت أمن المنطقة. نعود إلى الضيف في عبر المباشر سامي علي. سامي، يعني غالبية العناوين التي كانت اليوم في الصحافة الإسرائيلية والفلسطينية هي استمرارية لعناوين سابقة مثل عهد التميمي، طبعا تطورات، ولكن العنوان الرئيسي دعنا نقول هو نفسه، ولكن لفت انتباهي على العناوين الرئيسية اليوم التي كانت في كل الصحف الإسرائيلية دون استثناء: الراب الذي قتل في المستوطنة قرب نابلس، هذه اللهجة الحزينة كل مرة لدى المجتمع الإسرائيلي ولدى الإعلام الإسرائيلي، يعني التشديد على أطفاله، على وصيته الأخير، أين عاش، أين ولد، أين مات، أحاسيسه، شددوا كثيرا بأنه كان يتطوع في الإسعاف هناك. يعني هذا الاهتمام بإظهار الجانب الإنساني للمستوطنين كيف تراه؟ طبعا يعني كل قتيل طبعا يعني يظهر له جانب إنساني، ولكن عندما يكون الحديث عن مستوطن في حالة كهذه لا يتحدثون عن السياق السياسي أبدا، إنما سياق إنساني عاطفي فقط. لا شك أن يعني الإعلام الإسرائيلي يعني يساهم كثيرا في تعزيز وتكريس الرواية الإسرائيلية وإظهار الإسرائيليين كضحايا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضحايا الشرق الأوسط بأكمله. يعني ما يقوم به الإعلام الإسرائيلي هو يحاول الحفاظ وحماية الهالة الإسرائيلية. وما معنى الهالة الإسرائيلية؟ أن هنالك وراء كل فرد أو ضحية تقتل خلال هذا الصراع هنالك عالم بأكمله، هم يبرزون ويظهرون الجانب الإنساني أكثر وينتزعون هذا القصة الضحية من السياق العام، من الصراع، من الاحتلال، وكأن هنالك يعني فجأة تم يعني وقوع هذه الضحية دون أي سياق يعني ودون أي مشاكل ودون أي أسباب ودون أي عوامل. ولذلك تراهم في الإعلام الإسرائيلي التعامل مع الضحية اليهودية الإسرائيلية يتم من خلال إبراز الجانب الاجتماعي الأسري لهذه الضحية، مع قصص إنسانية، مع مشاركة من قبل يعني كلمات وكذلك مساهمات ورسائل للأصدقاء، لمعارف، وبالإضافة إلى ذلك حتى أنهم يدخلون لأعمق من ذلك ويأتون بالتعقيبات من قبل أفراد العائلة، أفراد الضحية، كذلك ذوي الضحية، ما يعني هي التداعيات والإسقاطات النفسية كذلك على هذا الأمر، ويصورونه وكأنه يعني بطل كبير وفقدوا يعني وكأنه رحل أو أنه سقط في ساحة معركة. لذلك هذا ليس غريبا على ماكنة الإعلام الإسرائيلي الصهيوني. وبالتالي إذا ما قارنا التعامل الإعلام الإسرائيلي
ما بين الضحية اليهودية الإسرائيلية وبين الضحية العربية الفلسطينية، لنرى أنه يتعامل مع الضحية الفلسطينية كرقم جامد، كرقم مجرد، لا يوجد هنالك بدون إنسانية لا وبدون حياة اجتماعية ولا أسرية، لا يوجد هنالك لا أبناء ولا أولاد ولا زوجة، وكأنه مقطوع، وكأن يعني نتحدث عن، بالتالي هم يصورونه بعد أن يعني يمنون عليه بذكره بخبر قصير ببضعة أسطر، وكأنه يعني في النهاية التلخيص لهذا الخبر أنه ربما يعني خرج منتقما، ربما أنه ينتمي لمنظمة ولأذرع المقاومة، والتي بالتالي إسرائيل يعني تصنفها جميعها وكلها إرهابية. العزيز سامي العليا الصحفي والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. وكما أفدتنا في الخبر الأخير بأن الإعلام الإسرائيلي يتعامل مع القضايا مع المقتل الفلسطينيين وكأنهم رقم دون قصة، حتى لو كانوا بالعشرات أو حتى بالمئات، ولكن كل قتيل إسرائيلي يتعاملون معه بأنه خلفه ألف قصة وحكاية إنسانية. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. إلى هنا المشاهدين الكرام، شكرا جزيلا لكم على المتابعة. نراكم غدا في حلقة جديدة من متر الصحافة، نتابع فيها من بساتين مختلفة. إلى اللقاء.